معلومات النورمان، جنود النورمانديين هم اللي طلعوا المسلمين من هنا، جم كاثوليك، جم من الشمال وغزوا مالطا وطلعوا المسلمين هنا، والملك كان اسمه مش فاكر اسمه ايه، المهم ان هو طلع المسلمين من هنا وبدأ يعملوا المشاريع. بس حاليا اللي عرفته ان في جامعين موجودين في مالطا، جامعين تمام يعني، وبيقول لك هنا متحررين جدا، ما في شيء اسمه تفريع بالاديان مثلا، بيقول لك ده بيأذن في مالطا ده مثلا قديم جدا، ولكن هنا في مسلمين كتير ما اعرفش نسبتهم قد ايه، بس هم في جامع مشهور كبير، ولا هيبنوا قريبا كمان جامع تاني. واتفرجوا على المنظر الجميل ده، اتفرجوا على المنظر الجميل ده، ابعد لي كده شوية عشان ناخد لكم. هنروح دلوقتي ندوق الاكله المشهور قوي هنا اللي اسمها باسيتي. ايه الباسيتي دي؟ والله هعرف دلوقتي، انا اموت في الدوق، اموت في الدوق. حد يقول لي اكله حلوه في البلد مشهوره بيها، اهم حاجه ما تكونش خنزير. وغوص بقى يا معلم، غوص في الاكل المنطاوي. تعالي لي يا باسيتي. باسيتي طلعت ايه البسيطي بقى ان شاء الله. You're lucky guys, all three are in stock. Nutella. Which one is basiti? All of these are basiti. Ah, basiti. My absolute favorite. Which one is better? Ma janatela. This one is with what? No, this is the peas. Okay. Just green peas. This is vegetarian. Okay. Okay. No, I can eat everything. Both pork really good. Chicken? But that's pork, both of them are pork. Okay. And this one with what? Peas. Peas? Green peas, piselli. Ah, basalia. So we'll try one with the salmon and ricotta is really good. Nothing with fish here? Sorry? Basili with fish? Fish, salmon. Ah, okay. With fish. There's tuna and spinach over there. Okay. Okay. Basiti, معجنات جواها سمك، سردين أو تونة. Kini. Yeah. It's like a whiskey. It's like a whiskey? It's not alcohol. Okay. Whiskey without alcohol. Yeah. عندو الكيني دلوقتي المشروب الأول له هون. هم طلع الكيني ده مكتوب عليه إن هو مشروب البرتقال والأعشاب الفطرية. إيه الأعشاب الفطرية دي بقى؟ الله أعلم، بس المهم إن هي مش خمرة، طعمها قريب من التمر هندي، بس مش تمر هندي، حاجة تانية. بس فاللي يجي هون لازم يدوق مشروب الكيني، إن شاء الله يعجبه زي ما عجبني جدا، خاصة الشوب حرارة 30 النهاردة. المكان ده مشهور جدا، فيلم أساسن كريد اللي شاف فيلم أساسن كريد متصور في الشارع ده، كان قاعد ينط من فوق المبنى دي للناحية دي للناحية دي، من الناحية اليمين للناحية الشمال لمدة أسبوعين، وهو بينط ويحاول ينط بدون كابلات بدون أي حاجة. بس طبعا حاطين هنا كل أنواع الحماية، والشرطة قافلين المكان، بتقول لك الفيلم بيكرهوه عشان قفل لهم البلد، البلد اتقفلت وهم بيحاولوا يصوروا فيلم أساسن كريد في الشارع ده. ساحة الملكة فيكتوريا، بيقول لك ساحة الملكة فيكتوريا دي أيام الحرب العالمية الثانية كل شيء اتدمر من هنا من حواليها، كل شيء إلا التمثال ده ما قصرش. اللي حصل بس إنه بعد الحتة دي عن مكان، شايفين؟ حرك بس الحتة دي عن مكان. وهي الصورة تبعها. اي زايحة كأيام الحرب العالمية الثانية، المكان كله متدمر زي ما انت شفت الصورة، الا هالتمثال ما حصلوش حاجة، اتزاح الحتة الصغيرة دي عن مكانه. بس قلت لك حاجة ثانية أظرف، ان هنا الستات هي اللي بتتقدم للرجل، مش الرجل بيتقدم للست. بيجي لهون وتقف كده وتقول له لو سمحت اتجوزني. والله عجبتني هاي، تكسر الخجل تبعك انك انت تطلب هي تيجي هون تطلبها. اي والله مو هيك احلى؟ هي كم تدفع المهر ولا ما سألناش؟ هاي بالهند. بس يجي تتقدم له. أحد في سان جورج، ماشيين في ساحة سان جورج بداخل مالطا، ماليطا على اسمهم هنا، مالطا بالعربي ماليطا
في مدينة فاليتا. مالطا هي جزيرة واحدة متقسمة، فكل جزيرة واحدة بس متقسمة ثلاث مناطق، كل منطقة بتقعد مدينة لحالها. فاحنا هلأ في مدينة فاليتا العاصمة. زحمة قد ايه؟ شايفين الزحمة قد ايه؟ هذا علم مالطا يرفرف في الأفق. شارع زحمة جدا. احنا ماشيين هلأ في وسط أسواق مالطا، منطقة سان جورج. واو، كأنك بتتمشى معايا في مالطا، رحلة ببلاش يا عم. طفي النور وشغل التلفزيون وانتقل فورا إلى مالطا. Miss, because he never signed his paintings, he would use very very dark colors and one bright red color. الصورة اللي بتشوفها هي سان جورج، كنيسة روعة جدا 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 من جوه، بس مش عارف هنقدر ندخل ولا لا. جميلة جدا. في تحتيها في فنان مشهور كان اسمه كاراباي. المهم هذا الرسام كان هربان من الرومان، فاجى على هون، ما كانوش يعرفوا ان هو متهم. فقوم لما جاء هنا قال لهم انا عايز اساعد الكنيسه، فصار فارس من فرسان المالطا. ولكن كان بيعمل ايه؟ وعشان تقديرا منه صار بيرسم لوحات للكنيسه، ولكن ما حدش يعرف ان اللوحات اللي كان بيرسمها كانت حقيقيه، لدرجه انها كانت حقيقيه فعلا. كان اللي بيعمل ان هو بيجيب يخطف بنت، او مش بنت، يجيب واحده بفلوس ويقول لها اعملي كذا واعملي كذا، يقتلها ويمثل ويرسمها وهي ميتة، زي بالظبط الرسومات اللي هي تبع السيد المسيح، أو اللي فيها ناس بتتصلب وهكذا. كانت صور حقيقية فعلا لواحدة مقتولة، مش كانت من خياله. فالصور بتاعته كلها مدفونة في القبو تبع الكنيسة دي. كمان إلى كل حاجة بفلوس. دخلت الكنيسة 15 يورو، تنزل تحت 15 يورو، عايز واحد يكلمك 15 يورو، هو إيه؟ واحد عارقين فلوس في الشارع. كاراباجو. وليش يسمى نفسه كاراباجو؟ لأن هو كان أصلاً كان اسمه الحقيقي مايكل أنجلو، فما كانش بيكتب مايكل أنجلو عشان ما يربطهوش بالشخص الثاني، وما كانش بيكتب اسمه الحقيقي عشان ما يعرفوش هو الهربان من الرومان، فسمى نفسه كاراباجو. 5 6 7 8 9. Really? The same in Arabic. 1 2. So if you visit an Arab word, you can understand them. Yeah. Oh. When I was in Tunisia, I could talk. I was talking to them in Maltese. Aha. Even Morocco. حلو حلو. Okay. Yeah. غريبة جدا كيف الناس تحيي المطاعم. الطاولة شلون حطينها قاعدة كده تحت؟ الطاولة حطينها قاعدة من تحت عشان تبقى مستوية في الشارع الغريب ده. وما زلنا نتمشى في شوارع مالطا القديمة، منطقة فاليتا، ورايحين على منطقة مدينة أو الرباط. تعال تعال بينا تعال يا جمالك يا مالطا يا ماليطا. أيوة، بس حد هيطلع أكيد في اليوتيوب. ما أكيد هيطلع في اليوتيوب، يعني ماشي معايا الرحلة كلها إلا ما يطلع. بس منظر خرافي، بحر رهيب، وريحة الهواء زنخة، ومباني قديمة، كأني ماشي في اسكندرية في راس التيل. عن جد. تريرا تريرا ترارا تيرورا تيرارا تيرارا. طب حد يقول لنا احنا ماشيين فين طيب؟ خد لك صورة هنا، منظر جميل. ماشي بقى، طلعت عيني. الشمس حامية جدا. بس الطريق حلو والبحر حلو والميناء جميلة والبحر الأبيض المتوسط.
جميل. عايزين نروح على المنطقة اللي هناك. كيف حنروح عليك يا حلوة انت يا جميلة؟ طيهين في شوارع مالطا القديمة، كنا فوق وبقينا تحت وعايزين نرجع فوق. قلة أدب والله، يعني مش عارف ازاي احنا نزلنا ومش عارف ازاي لازم نرجع، بس حنرجع. ويلكم يعني ايه؟ مرحبا. مرحبا طلع في الصورة مكتوب مرحبا. حيط طماشة مكتوب مرحبا يعني ويلكم. شو هاد؟ شو هذا؟ المنظر اللي هنيك منظر روعة، في مطاعم. ايه طبعا انا مش قادر ابطل تصوير للمنظر الجميل ده، فعلا منظر روعة. واو شو جميل ورايق. شو اسمه هالفندق؟ لا ادري بس روعة عظيم. كل ما اجي اعدي ابص يمين الاقي العربية جات لي من الشمال. استغفر الله العظيم. انت طلعتي منين انت؟ تعبت 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 من المشي. كل ما اجي اعدي الشارع ابص يمين الاقي عربية جاية لي من الشمال، ابص شمال الاقي عربية جاية لي من اليمين. في ايه؟ كل حاجة بالعكس ولا ايه؟ اعدي الشارع تلاقي العربية جات لك من اليمين مش جاية لك من الشمال. انا ببص العربية اللي جاية تلاقي العربية جاية كده من اليمين. من اليمين يا جماعة الخير، من اليمين. هجيلي روشة روشة في عقلي من كتر ما كنت هدعس. من اليمين بص يمينك ما تبص شمالك، بص يمينك ما تبص شمالك. اتعلم بقى اتعلم، بدل ما تروح على المستشفى بص يمين ما تبص الشمال. هاي السيارة هاي شو هاي؟ يا زلمة انت معاك هذا البرغي اللي بتقوله بي ام دبليو 2019 قوية جدا. من على اليسار مش على اليمين. الله سبحان الله، فعلا جو استوائي. الصبح شوب جدا 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 ودلوقتي عواصف وتلج ومطر. الحرارة الصبح 30 والليل مش معقول. هلا ممكن تنزل 15 درجة في نفس اليوم؟ ما يعني في ايه في الدنيا؟ سبحان الله. حتى لو كان اخر يوم، قصدي مضطر ينزل حتى لو كان في عواصف عشان ده اخر يوم لينا. رايحين على منطقة المدينة، المدينة هاي كانت العاصمة لما كان العرب حاكمين مالطا، كانت هي منطقة العاصمة. قالوا لنا حلوة كتير رح نتفرج عليها.